وصلنا مع حضراتكم مشاهدي الكرام دلوقتي لفقرة الصحافة، واللي منورنا فيها النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول. أهلا بحضرتك. أهلا بالتأكيد يا أستاذ أشرف. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلينا قبل ما نبتدي هذه الجولة سويا أن احنا قبل ما نبدأ حديثنا نروح لاستعراض سريع لأبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع بعدها مرة تانية. بعد متابعة عناوين الصحف نرحب مرة تانية بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول. أهلا بحضرتك مرة تانية أستاذ أشرف. وخلينا نبتدي سريعا بقى في هذه الجولة، نبتدي من منشطات الصحافة وأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتأثيرها على الاقتصاد، حضرتك تعلق عليها إزاي؟ يعني بالتأكيد لما نتكلم على جذب الاستثمارات الأجنبية فكل دولة في العالم يعني بتعمل بكل شكل ممكن من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية. مفيش دولة على وجه الأرض دولة متقدمة اقتصاديا بدون استثمارات أجنبية، حتى الدول العظمى الولايات المتحدة معظم اقتصادها استثمارات خارجية، يعني استثمارات أجنبية فيها الصين، روسيا، اليابان، ألمانيا، إيطاليا. وبالتالي احنا بنعمل شيء طبيعي وشيء مشروع، واحنا مهدنا لكده. مهدنا لكده عملنا بنية أساسية بتغري المستثمرين. مفيش مستثمر هيجي لك لو انت عندك الطرق زحمه او مفيش كهرباء او مفيش ميه او مفيش قوانين اقتصاديه وقوانين استثماريه بتشجعه، لكن انت عملت كل ده، انت على مدى السنين اللي فاتت عملت بنيه اساسيه يعني الكل بيشيد بيها، عملت شبكه طرق بقت من ارقى شبكات الطرق في العالم. عندك دلوقتي وسائل مواصلات جيدة جدا في الداخل، عندك مطارات جديدة بتتفتح، عندك قوانين، عندك كهرباء بها فائض، كل شيء تقريبا جاهز لجذب الاستثمارات. كمان عذرا على مقاطعة أستاذ أشرف، لكن دلوقتي عايزين نشوف هذا المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافتتاحه لمعرض أهلا مدارس. او شويه باجي بفتتح هذا المعرض، والحقيقه يمكن انا كل سنه يعني بزداد سعاده بحجم التواجد الموجود من الشركات المصريه. هذا العام في 200 شركه بتعرض كافه المنتجات المتعلقه باطفالنا واولادنا عشان دخول المدارس، سواء طبعا من منتجات مكتبيه، ادوات مكتبيه، ملابس، احذيه، حتى منتجات غذائيه. والحقيقة يمكن أهم شيء الحقيقة أنا ملاحظه وده الأهم واللي احنا بنشجعه كدولة، هو أن كل سنة المكون المحلي والتصنيع المحلي بتزداد نسبته، وده أهم شيء، وهو ده الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية اللي موجهنا بيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعة المحلية. ويمكن كان دايما في زياراتي يمكن السنة اللي فاتت بعض المصانع كان ليا ملاحظات على الجودة أو جودة المنتج،
الحقيقة السنة دي لقيت طبعا في طفرة حقيقية في مستوى المنتج اللي طالع، وده بيؤكد ان احنا كل ما بنعتمد على نفسنا اكتر وكل ما بيبقى في تركيز على الجودة بتاعت المنتج بيطلع فعلا الانتاج يضارع المنتجات العالمية. ويمكن انا كنت سعيد ان عدد من العارضين النهاردة بيصدروا بالفعل منتجاتهم لدول خارجية، وبالتالي ده بيؤكد قدرة الصناعة المصرية على اولا تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ولكن اهم كمان اختراق الاسواق العالمية. الشيء الاخر المميز طبعا ان في هنا تخفيضات ما بين 30-50% من قيمة الاسعار المعتادة، والحقيقة فعلا ده واضح تماما سواء في الاحذية في الشنط بتاعة المدارس، وده شيء مهم جدا. طبعا في ما زال بعض المنتجات المستوردة وده طبيعي، احنا ما بنقفلش مصر فقط على المنتج المحلي، ولكن بقى النهاردة اهم شيء ان المنتج المحلي قادر انه ينافس وباسعار اقل من المنتج المستورد، وهو ده اهم شيء. احنا بنبقى منفتحين في السوق المصري ولا نفرض قيود على احد، دايما بيبقى الاستمرار والبقاء للمنتج الاعلى جودة واللي سعره بيبقى في متناول الاسر المصرية. فالنهاردة الحقيقة انا بشكر كل القائمين على تنظيم هذا المعرض، وكل فعلا المصنعين اللي عرضوا النهاردة في هذا المعرض المهم، وان شاء الله يا رب كل التوفيق ليهم، وكل سنة نقدر نشوف ان تعميق التصنيع المحلي وان نسبة المنتج المصري بتزداد بإذن الله. شكرا لحضراتكم. طبعا طبعا كان طبعا انا يعني وقفت الحقيقة على جناح من أولادنا ذوي الهمم اللي كانوا عاملين منتجات رائعة، وكنت حريص يمكن يعني إن أنا أتواجد معاهم وأشوف معهم بالتفصيل كل منتجاتهم، وده طبعا حاجة رائعة يعني. شكرا يا جماعة. ونكمل مع حضراتكم هذه الجولة الصحفية، ولسه معنا ومنورنا الأستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي. قبل ما نطلع لمتابعة مؤتمر رئيس مجلس الوزراء كنا بنتكلم على الاستثمارات الأجنبية وأهميتها على الاقتصاد. خلينا نروح لموضوع تاني، ومن جريدة الوطن في جريدة الوطن 100 مليون شجرة يعيش اللي خضرها. فكرة زيادة نسبة الأشجار دي دايما بيقال عليها الرئة صحيح. بالنسبة لأي مكان هي موجودة فيه، وخاصة أن مصر كمان حريصة جدا على الحفاظ على المناخ وتنقية الهواء بالنسبة حتى للمجتمع المصري. عايزين نتكلم على النقطة دي وفايدة أن يبقى فيه 100 مليون شجرة ويعيش اللي يخضرها. بس هي عايزة أقول لك على حاجة، أنا معترض على الاسم، مش يعيش اللي يخدرها، لا احنا نقدر نخدرها. الشجر ممكن بعد 3 سنين تلاقيه طالع وشكله حلو ومنتج وبتاع، والشجر حسب حجم الشكلة. المئة مليون شجرة احنا محتاجينهم ومحتاجين اكتر منهم كمان. بس هي ايش اللي خدرها دي يعني كانوا من انواع المجاملة يعني مش على اساس ان لا يعني ممكن صعب تحسسك بانها صعبة، لا بالعكس ده في منتهى السهولة. في منتهى السهولة احنا لو عملنا معسكرات شبابية معسكرات طلبة هيخرجوا يشجروا أعداد هائلة. جزء كبير من تميز القاهرة وجمالها الأشجار اللي كانت مزروعة على كورنيش النيل من أكتر من قرن ولسه بنشوفها لحد دلوقتي في منطقة كورنيش النيل، وبالتالي ده يعني شيء رائع. والشجر عكس ما الناس بتتخيل ما بيستهلكش كمية مية كتير. في أشجار ما تستهلكش كميات مية كتير، وفي أشجار بتاخد الندى من الجو، وفي أشجار المية المالحة بتقدر تستفيد منها، وبالتالي شيء رائع إن إحنا يبقى القاهرة فيها رئة خضرة مطلوبة. وأظن دي كمان بتتماشى مع سياسة الدولة. إحنا دلوقتي بنعمل حديقة تلال الأزهر، أكبر حديقة في الشرق الأوسط، هتبقى 500 فدان، عفوا تلال الفسطاط، مكان حديقة الفسطاط مع التوسع لغاية ما توصل لجامع عمرو بن العاص، فيها جزء من الأشجار الاستوائية، فيها جزء مغامرات، فيها بحيرة هتمشي في نص هذه الحديقة هتسحب المية الجوفية اللي كانت بتبقى بتشكل خطورة في المنطقة، وهيتم تنقيتها والزرع بيها. عندنا حلول كتير جدا ان احنا نخضر القاهرة ونخضر شوارع القاهرة،
وده بيتماشى ايضا مع المشروع اللي انت بتعمليه، مشروع ممشى اهل مصر، هذا المشروع الرائع اللي على كورنيش النيل اللي بيدي للناس يعني رئه خضراء بيقدروا يتنفسوا بيها، بردك بيتماشى مشروع زراعه ال 100 مليون شجره مع محاولاتك الدؤوبه لخفض الانبعاثات الكربونيه، وانه السيارات تبقى صديقه للبيئه اكتر ويبقى فيه يعني مناخ افضل وبتاع. فده شيء رائع واتمنى ان احنا كلنا نشارك فيه، ويكلف كل صاحب محل او بيت انه ممكن يعني يعمل على الاقل شجره قدام بيته، ودي كانت حمله تمت زمان، كل محل بيعمل شجره قدام بيته. مطلوب ان ده يتجدد تاني ويبقى عندنا مش 100 مليون شجره، 500 مليون شجره. واحنا بنتكلم على الرئه الصحيه، طبيعي ان العالم كله دلوقتي بيتكلم على التغيرات المناخيه، والعالم كله في انتظار كوب 27. من موقع مبتدا بنقرا خبر الامم المتحده: اسبوع المناخ في افريقيا هو خطوه مهمه نحو قمه كوب 27 بمصر. شايف ازاي كل هذا الاهتمام وهذه التحضيرات لهذا المؤتمر كوب 27؟ العالم كله بينظر اليه، وفي الحقيقه مصر يعني بتعمل على قدم وساق في سبيل انجاح اهداف كوب 27. احنا مجندين طاقتنا من اجل انجاح كوب 27 لانه مصلحه لينا. في لجنه عليا برئاسه السيد رئيس الوزراء تعمل للنهار، محافظه جنوب سيناء استعدادات على أعلى مستوى، حجز ضخم الفنادق شرم الشيخ وجنوب سيناء، لأنه لو المناخ استمر في التدهور زي ما كان حادث في الفترة الأخيرة احنا ناس هنتضرر، احنا دولة ممكن شواطئها تتعرض للغرق وما إلى ذلك. العالم المتقدم الصين والولايات المتحدة وغيرها بيستهلكوا كربون كتير، بيطلعوا يعني ملوثات كتير نتيجة العجلة الصناعية التي لا ترحم، وبالتالي احنا بنجمع الناس هنا وتعالوا ولازم نشوف حل لهذه القضايا، لانه احنا هنتضرر اكتر منكم. نحن لا نساهم في التلوث بنسبة 1 في 1000، انتوا يعني الصين مثلا تلت التلوث اللي في العالم سبب، فلما نجيب الصينيين والامريكان والروس وغيرهم هيبقى عندنا يعني فرصة ان احنا نقدر نأثر عليهم، يبقى في اهداف سهل تحقيقها علشان نقدر نخرج من هذا المأزق اللي احنا بندفع ثمنه، وافريقيا التي لا تنتج تلوث بتدفع ثمنه، والدول النامية هي اللي بتتأثر اكتر من الدول المتقدمة، وادينا شايفين التغيرات المناخية في العالم. نعم، العالم كله فعلا اصبح بيعاني، ولهذا هناك امال كثيرة فعلا منعقدة على كوب 27. ان شاء الله. الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف ابو الهول، جزيل الشكر على خطوة حضرتك في هذه الجولة الصحفية وهذا الصباح.